بين ماض وحاضر كان سحر الخيال بارع في المعاني ليلها صورة يجمع أحداث شتى نافره ما تنال ويرسم وجوه كانت في العزم تبهرة يا بلادي ومثلك يفتدى بكل غال بك زعيم صفاته في البشر تندرى زايد اللي غرسها يوم كانت محال وزايد اللي جعلها للسماء تكبرة زايد اللي غرسها يوم كانت محال وزايد اللي جعلها للسماء تكبرة وزايد المجد والتاريخ قول وفعال كلنا له نبي حينما يامرا وزايد المجد والتاريخ قول وفعال كلنا له نبي حينما يامرا بين ماض وحاضر مثل زايد قلال بالشرف والكرامة يورد ويصدر في السخاء والشهامة مع حميد الفعال اسم زايد وجوده بالحياة تمطر كل شعبه يحبه سمعته والجلال في مكانه ورفعه كم بها نفخرة وكان في الركب راشد خالد ما يزال في قلوب تحبه كل شعبه يحبه سمعته والجلال في مكانه ورفعه كم بها نفخرة وكان في الركب راشد خالد ما يزال في قلوب تحبه دايما يذكره وكان راشد يهون كل أمر عضال وكان راشد على ما نابنا يقدره يحمل الضر عنا كان راشد يهون كل أمر عضال وكان راشد على ما نابنا يقدره يحمل الضر عنا والحمول الثقال من براشد تحزم لا تظن يخسره واكمل النهج بعده لي عليه الاتكال ذاك مكتوم بن راشد بعزم عنبرا واكمل النهج بعده لي عليه الاتكال ذاك مكتوم بن راشد بعزم عنبرا وجود مكتوم ماله من شبيه يقال وفضل مكتوم من فضل بالمكارم جرى لو بغاها الثريا من عزومه يطال نحذر الدهر ومنه الدهر يحذره اتحادك بلادي من صنيع الرجال اتحادك بلادي من صنيع الرجال اتحاد وصلنا به الى اعلى ذرى ليس في الارض كامل لله الكمال غير ان بذلنا كل ما نقدر اتحادك بلادي من صنيع الرجال اتحاد وصلنا به إلى أعلى ذرى ليس في الأرض كامل لله الكمال غير أن بذلنا كل ما نقدر شعبنا اليوم واحد في جميع الأحوال في مصيره ونهجه والعرب تنظر يا بلادي تهني ثم تيه دلال دام شعبك يقوده زايد ويسهره يا بلادي تهني ثم تيه دلال دام شعبك يقوده زايد ويسهرة زايد الأمس واليوم وغدا ولا يزال الرئيس المفدى فاشهدي يا ورى زايد الأمس واليوم وغد ولا يزال الرئيس المفدى واشهدي يا ورى عاش زايد وعاشت دولتي في ظلال في نعيم وعزه بالعطاء تزهره